أهلاً ومرحباً بكم مجدداً طلابي. في هذا المقطع سوف أقدم لكم تلخيصاً مبسطاً حول مادة الأسبوع الخاصة بنا، فلنتابع معاً بتمعن. في مطلع كل أسبوع نتساءل، متى سنفعل خلال هذا الأسبوع؟ والآن سنتعرف إلى الإجابة. في الحصة التالية أحبتي سوف نتحدث عن أسماء الله الحسنى، ومنها المحيي والمميت، وهما اسمان من أسماء الله تعالى يدلان على قدرة الله على إحياء المخلوقات وإماتتها. من الأمثلة الدالة على قدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة عدة أمثلة وردت في هذا الدرس، لكن بعد أن نتعرف إلى هذه الأمثلة يجب أن نتعرف إلى أن اسمي الله تعالى المحيي والمميت هما من أسماء الله الحسنى الدالان على أن الله تعالى هو واهب نعمة الحياة للمخلوقات كافة، وهو وحده القادر على إنهائها. فمن الأمثلة الدالة على قدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة بداية خلق الإنسان، وكذلك إحياء الأرض بإنزال الغيث. وهذا يا أحبتي ما سنتحدث عنه بالتفصيل خلال الحصة. فخلق الله تعالى الإنسان كان في أحسن صورة، وهو وحده من يحييه ويبعثه يوم القيامة. أما فيما يتعلق بإنزال الغيث لإحياء الأرض، هذه معجزة من معجزات الله تعالى في الأرض. بعد ذلك سوف نتحدث عن آثار الإيمان بأن الله تعالى هو المحيي والمميت، فالإنسان سوف يشعر تلقائياً بالطمأنينة والهدوء، لأن حياة الإنسان بيد الله تعالى، فلا يخاف ولا يغضب ولا يسخط إذا أصابه شر، فهو يعلم أن كل شيء بتقدير الله. كذلك أحبتي إدراك أن الحياة نعمة أنعمها الله تعالى على عباده، فيجب على الإنسان أن يحافظ على صحته ويبتعد عن كل ما يضر به. وهكذا إلى أن نصل إلى اختبار المعلومات بالإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالدرس. وبعد أن نكون عزيزي الطالب قد تناولنا حصة أسماء الله الحسنى، سوف نبدأ بالتعرف إلى آداب تلاوة القرآن الكريم، وبعد ذلك سوف ننتقل للدرس الأساسي الذي سوف يعرف الطالب إلى الميم الساكنة في القرآن، والتي لها ثلاثة أحكام في التلاوة، منها الإدغام الشفوي والإخفاء الشفوي والإظهار الشفوي. وبعد ذلك على الطالب أن يتلو الآيات الكريمة المقررة من سورة الحديد ليطبق أحكام التلاوة. وبعد أن يتلو الطالب الآيات الكريمة من سورة الحديد، سوف ينتقل إلى اختبار المعلومات ليبين المقصود بالميم الساكنة، ثم بعد ذلك يرسم شكل الميم في القرآن الكريم، ويتلو الآيات الكريمة ويضع خطاً تحت الميم الساكنة لتطبيق ما تعلمه من قراءة في سورة الحديد. وهكذا أحبتي نكون قد أنهينا أسبوعاً سعيداً معاً. في نهاية الأمر أتمنى لكم أسبوعاً سعيداً وعطلة ممتعة. إلى اللقاء.